صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر عن البلقيني رحمه الله أنه قال يقول أحسن الله إليكم ذكر عن البلقيني رحمه الله أنه قال: استخرجت من تفسير الزمخشري اعتزاليات بالمناقيش، فإذا كان ذلك صحيحا فهل من لا يرى بأسا في مطالعة تفسير الزمخشري يكون مخطئا في ذلك؟ تفسير الزمخشري مشهور بالاعتزاليات وبسبع للسنة سليق اللسان، وإن كان بليغا مقادرا في اللغة العربية والبلاغة، لكنه بالاعتزاليات شنيع، ولذلك تعقبه ابن المنير في الحاشية التي استدرك بها عليه وهي مطبوعة الحمد لله. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ في الزمخشري يستفيد ما فيه من تحليل الألفاظ وبيان البلاغة، فعليه أن يكون يصطحب معه الحاشية التي استدركت عليه من الاعتزاليات. أما أن يقرأ فيه وهو غير متمكن وليست عنده هذه الحاشية، ربما أنه ينغمس في الاعتزاليات لأنه بليغ وعنده أسلوب. نعم.